بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عصاي فنان تشكيلي من مدينة العريش. صفتي كمشرف على لجنة التحكيمية لمسابقة أجمل لقاء لمدرسة جمعية القناص القطرية. صراحة اليوم كانت النتيجة كانت جد مشرفة لمدينة العريش بحكم أنه فاز بها الفنان التشكيلي حكيم حراق، كان فوز عن جدارة واستحقاق. كنا ضعلنا سابقا صور بنماذج يخدموا عليها اللي كانت عبارة عن صور مختلفة، وهما توفقوا الحمد لله في اختيار الصور اللي كانت مناسبة، اللي عبارة عن الحيوان اللي معروف سفينة الصحراء اللي هو الجمال، معروف حتى إلى طفل قطري. كما قلت بصراحة بالنسبة للمعايير ديال التحكيم كانت اعتمدنا على الألوان الدرجة الأولى الصباغة الزيتية، ثم اعتمدنا على الدقة في تجسيد اللقطة المعبرة للبيئة اللي هي تلاحم الحيوان مع الإنسان، بواحد الصورة اللي كانت جد معبرة لأن الإنسان صديق للحيوان وصديق للبيئة. كان التفوق واضح من طرف اللوحة ديال الحاكم الحراق اللي كانت تستحق الفوز على الجدارة والاستحقاق، وحظ سعيد اللي ما شاركوهمش اللي ما ساعدوهمش الحظ في هذه المسابقة. نعم، كذلك شهدت الخيمة القطرية ورشة خاصة رسم الأطفال. يعني كيفاش كان مستوى المشاركه هذه السنه يعني صحيح تقرير هذه الورشات؟ صحيح، كانت هنالك ورشات للاطفال. الورشات ديالهم كانت عباره عن تشجيع للطفل بحكم ان الطفل هو فنان المستقبل او ابو الانسان. المبادرات كانت جد جميله، انك تشجع الطفل انه يمارس واحد الهوايه ديالو اللي هي الفن التشكيلي، او يمارس واحد النشاط اللي هو كيفرغ فيه ديك الطاقه ديالو، وهذا شيء جميل. وكنتمنى ان من مدينه العرائش انها تقوم بانشطه موازيه مثل هذه على طول السنه اللي كيشجعنا. صراحه ان هذه المشاركات بحال هذه كنفتقدوها في مدينه العرائش، وهذا اشياء كتشجع الاطفال. انا لاحظت في السنه الماضيه بان الاطفال شاركوا في هذه الورشات، هذه انفوا جاوا القطريين جاوا نيشان كيسولوا فيهم كيقولوا لهم واش غتكون الورشات ديال الراس، واش غتكون. لاحظت ان الانجذاب الطفل دائما كيكون لهذا الجانب هذا، وكنتمنى انهم يكونوا انشطه. بالاضافه الى ذلك كانت هناك ورشات يعني متعلقه بالاعمال اليدويه مثل ربط الحبال، يعني صحيح. متى عندها ارتباط بالتراث البحري والجمعيه كتهتم بالتراث، يعني كان هناك مجموعه ديال الانشطه اللي هي موازيه للانشطه اللي كتقوم بها جمعيه القناص القطريه ضمن مهرجان عرصمه الكنفاوي. انشطه يعني العديده، النقش بالحناء كذلك، النقش بالحناء والرسم على الوجوه. يعني كان هنالك جو من الترفيه يعني يساهم في اطفاء صوره ثقافيه جماليه فنيه للمدينه اللي كنفتقدوها على طول السنه.